ضمن مشروع تطوير تقاطع الجسرة، افتتح المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون الباديات والتخطيط العمراني المنحدر الجديد للحركة المرورية الممتد من شارع الجنبية باتجاه جنوب المنامة. هذا وسيزيد افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تقاطع الجسرة من الطاقة الاستيعابية للتقاطع، أخذا في الاعتبار أن منطقة الجنبية تشهد نموا عمرانيا مضطردا، إضافة إلى أنها تشهد مشاريع إسكانية واستثمارية متواصلة. التفاصيل مع الزميلة إيمان شرف. حتى تصبح الحركة حرة من دون توقف، في حركة تقدر بأكثر من 1000 سيارة على تقاطع الجسرة وتحديدا في ساعة الذروة، كان لابد من إيجاد حلول حتى لا يستهلك المنطلقون وقتا كبيرا حين العبور عليه. فمشروع تطوير تقاطع الجسرة كان بديلا ناجعا ضمن مشاريع وزارة الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني في حزمة المشاريع الهادفة إلى تحسين مداخل المدينة الشمالية. الحركة المرورية في هذه المنطقة بسبب النهضة العمرانية في ما تشهده من حركة عمرانية في هذه المنطقة وافتتاح عدد من المدارس في المنطقة شهدت ازدياد كبير في الحركة المرورية، ودور الوزارة هو التخفيف من الازدحام المروري. الوزارة ماشية في عدد من التقاطعات، عدد من مشاريع تطوير شبكة الطرق الاستراتيجية، كلها تصب في خدمة الاقتصاد الوطني. بما أن شارع الجنبية يعتبر شريانا نابضا للمدينة الشمالية، فقد تضمن المشروع مراحل استهل أولها بتعديل المنحدرات الحالية وإنشاء منحدر جديد يربط شارع الجنبية مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان، والذي بدوره سيخفض نسبة الازدحام المروري حتى يصل إلى 75%. لا شك أن الكثير يعلم بمدى حجم الازدحام المروري الموجود على هذا الجسر، وافتتاح هذه اللوب سيحدث نقلة في حركة السير على الشارع نفسه. طبعا الشارع الثاني المؤدي مخرج منطقة الجنبية، المخرج الثاني لأنهم الآن حاليا موجود لهم مخرج واحد فقط، المخرج الثاني أيضا سيكون انفراجة في قضية الخروج من المنطقة، بحيث الازدحام كان يتركز على منفذ واحد، الآن أصبح لهم منفذ ثاني على شارع رئيسي ألا هو امتداد شارع عيسى بن سلمان. مشروعنا هذا اليوم تقاطع الجسرة من المشاريع المهمة، ينفذ بقيمة 430 ألف دينار على نفقة دولة الكويت الشقيقة ضمن برامج الدعم الخليجي. المشروع، أي مشروع قيمته الحقيقية تكمن في مدى استجابته إلى الحاجات الحقيقية على شبكة الطرق، وهو مشروع قد تم تصميمه من خلال دراسات مرورية. إن تنفيذ هذا المشروع جاء بتضافر الجهود الرسمية مع المجالس البلدية لتوفير خدمات البنية التحتية وفق أولويات المحافظة الشمالية التي تلبي احتياجات المواطنين ولضمان السلامة المرورية على الطرقات في مملكة البحرين. إيمان شرف، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.